التاسعة صباحا السابعة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية وإغاثة المدنيين الذين تعرضوا للنزوح، مع بدء مسار جاد بإجماع دولي لتسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وفدا أمريكيا يضم كل من السناتور كريستوفر فان هولن والسناتور جيفرلي ميركلي عضوي مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي. أفاد مراسلنا بأن مصر تقيم معسكر إغاثة على مساحة 100 فدان في خان يونس، وأضاف مراسلنا أن معسكر الإغاثة المصري يشمل إقامة 1050 خيمة بإعاشة كاملة. يأتي هذا بينما أكد مصدر مصري أن النهج المصري كان وما زال هو التصدي لمشروع تهجير الفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم منعا لتصفية القضية. نشدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي والشركاء في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر للتدخل الفوري والعاجل لحماية مستشفى الأمل ومبنى الجمعية وحماية من فيهما من طواقم طبية وجرحى ومرضى وحوالي 14 ألف نازح يحتمون بهما من العدوان الإسرائيلي وفقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة. وعربت الجمعية في بيان عن قلقها جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكرر لمقر الجمعية ومستشفى الأمل في مدينة خان يونس بقطاع غزة. أعلنت الخارجية الأمريكية أن جولة الوزير أنتوني بلينكن في المنطقة تشمل 5 دول عربية والضفة الغربية وعددا من الدول الإقليمية. وأفاد ناطق باسم الخارجية ماثيو ميلر بأن بلينكن سيناقش مسائل من بينها إجراءات فورية لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كبير. قال حاكم منطقة بليغرود بجنوب روسيا إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 10 أهداف فوق المدينة، مما أدى إلى إصابة شخصين وإلحاق أضرار بأحد المنازل. وقال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم بليغرود إن الأهداف أسقطت لدى اقترابها من المدينة، مضيفا أن النوافذ تحطمت في مبنى سكني متعدد الطوابق ولحقت أضرار بما لا يقل عن 30 سيارة، بينما يتلقى شخصان العلاج في المستشفى. ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دعا إلى تعزيز إنتاج مختلف مركبات إطلاق الصواريخ، ووصفها بأنها مهمة ضرورية للتحضير لمواجهة عسكرية مع العدو. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله خلال زيارة لمصنع وحدة النقل والنصب والقذف إن إنتاج مركبات مختلفة للأسلحة التكتيكية والاستراتيجية يعد مهمة أساسية في تعزيز قوة ردع الحرب النووية بالبلاد. أضافت الوكالة إن كيم أشار إلى المهام التي يتعين على المصنع إنجازها في ضوء الوضع الخطير السائد. اعتبرت كوريا الجنوبية أن الطلقات المدفعية التي أطلقها كوريا الشمالية على مقربة من جزيرتين حدوديتين تشكل عملا استفزازي يجب التوقف عنها، محذرة من أنها ستتخذ إجراءات مناسبة ردا على ذلك. وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن هذا العمل استفزازي ويشكل تهديدا للسلام في شبه الجزيرة الكورية، داعية بيونغ يانغ إلى وقف هذه النشاطات على الفور ومحذرة من أنها ستتخذ إجراءات مناسبة ردا على ذلك. أعلنت السلطات اليابانية ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب وسط الأرخبيل في أول أيام السنة الجديدة إلى 92 قتيل و242 مفقود. الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 خلف دمارا واسعا وانهيارات أرضية وتسبب بحريق كبير وأمواج مد عال تسونامي زاد ارتفاعها عن متر. ومن المرجح أن ترتفع حصيلة الضحايا أكثر لأن مئات المباني دمرت في الكارثة وبخاصة بسبب حريق ضخم اندلع في مدينة واجيما، في حين لا تزال بعض القرى معزولة.
أصيب 26 شخصا على الأقل بجروح طفيفة إثر تصادم وقع في مدينة نيويورك الأمريكية بين اثنين من قطارات أنفاق المدينة، وأدى لخروج أحدهما عن السكة بحسب ما أعلنت السلطات. وفرضت وحدات من الإطفاء والشرطة والإسعاف طوقا حول منطقة أبر ويست سايد الجزء الشمالي الغربي لجزيرة مانهاتن، وتسبب الحادث بإغلاق ثلاثة من خطوط مترو نيويورك الذي يعتبر من بين أقدم قطارات الأنفاق في العالم، وتمتد شبكته العنكبوتية المترامية الأطراف في سائر أرجاء المدينة. ومشاهدينا، إلى هنا انتهى موجزنا، ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، وعودة للزميلة سمر لاستكمال باقي فقرات هذا الصباح. إليك سمر. شكرا لك مريم على هذه الخدمة الإخبارية.